السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل تصميم الكاميرات باستخدام الاكسل. احنا السكشن اللي فات شرحنا ازاي نصمم الكاميرات لما تكون متعرضة بس البندج مومنت، طلعنا حقيقة التسليح وكل حاجة. طيب لو انا عايزة بقى اصمم الكاميرات للشير فورس، ان انا عايزة اعرف الكائنات عندي قد ايه وكده. اول حاجه ان احنا لما بنشيك شير تشيك شير على البيمز، يعني عندي القوانين الديزاين بتاعتنا من الكود الخرسانه، فانا عندي كذا ستيب كذا حاجه عايزه ابدا ان انا احسبها. اول حاجه ان انا عايزه احسب الكيو التيميت. طيب الكيو التيميت بتساوي ايه؟ زي ما جبنا هنا في المعدات، الكيو التيميت بتساوي الكيو اللي هو الشير اللي انا بجيبه من الشير فورس دايجرام مضروب في البي في الدي. فنرجع للشيت اكسل بتاعتنا، هيها ما اختلفتش، بتاعت البيم بتاعت المومنت اهو، ده الجدول بتاع المومنت وجدول القطاع اهو، احنا عاملين عليه بروجرامينج. احنا بقى زودنا في النص هنا التشيك شير. طيب فانا عندي اول حاجه هنا الكيو التيميت اللي هي الشير فورس، هحولها لكيو سمول التيميت بالقانون اللي هو البي في الدي. طيب يبقى انا عندي اهو الكود بتاعي، ان انا حولت الشير اول حاجه ضربته في الف عشان هو طن، حولته لكيلو جرام قسمته على البي في الدي، فاللي هو قسمته على البي اللي احنا مستخدمينها في الدي اللي هي التي ناقص الكونكريت كوفر اللي هي 5 سنتي، او ايا كان بقى لو انا مستخدمها 7 سنتي. وحطيت الدولار ساين عشان اثبتها. بعد ما حسبت الكيو التيميت انا عايزه اعرف هل انا محتاجه اصلا كانت ولا مش محتاجه كانت، يعني اول قطاع اصلا ان سيف في الشير اللي هو الكانت. تمام، احنا الشير عرفنا اللي بنسلحه بطريقتين، يا اما كنات يا اما بعمل تكسيح، فاحنا هنا هنصمم الكنات. طيب انا عندي 3 حالات، عندي يا اما نستخدم يوز مينيمم شير، يا اما يبقى انسيف، يا اما هبدا ان انا اعرف قد ايه الكنات اللي عندي. ففي التشيك هنا عايزه بقى اعرف عندي كنات ولا، فاستخدمت اف ستيتمنت. اف ستيتمنت بتقول ايه؟ انه لو قيمه الكيو التيميت اقل من الالاوبل شير ستريس اللي هو 9 و6، فانا كده محتاجه مينيمم reinforcement، يعني محتاجة المينيمم في الكنات اللي هو 5.8 لكل متر. تاني حاجة ان هو لو خلاص، يبقى انا اول حاجة في الاف حطيت الكونديشن بتاعي، لو اتحقق يبقى هو المينيمم، لو ما اتحققش دخلنا في كونديشن تاني هو لو اكبر من 28 اللي هو الكيو التيميت، الكيو التيميت ماكسيمم، يبقى هو unsafe كده مش هينفع له الكنات unsafe. لو ما تحققش ده يبقى هو in between، يبقى انا كده محتاج ان انا اعمل ايه؟ تصميم للكنات بتاعتي. خلاص، فانا عندي اول حاله هنا محتاج ان انا ايه اطلع لي فعلا الكونديشن بتاعها ان هي اعمل ايه تصميم. طيب نرجع بقى للتصميم. اول حاجه عشان اعمل اصمم الكنات فهيبقى بالمعادله بتاعتي دي، ان انا عايزه احسب اول حاجه الكيو شير التيميت. طيب الكيو شير التيميت بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو التيميت ناقص الكيو سي يو. تمام، على 2. فانا عندي القانون اهو، فقلت ايه نعرف منين الكيو سي يو؟ هيقول لي اول حاجه انه لو طلع في التشيك، يبقى اول حاله عندي عشان يعرف ان انا احسب هنا كيو سي يو ولا لا كيو اس يو، لو التشيك ده طلع نيد شير، يعني هيحصل له انا عايز اصمم له كنات، يبقى يحسب لي اللي هو هيساوي ايه الكيو التيميت ناقص ناقص مين؟ ناقص الكيو سي يو اللي هي الرينج بتاع اللي هو الكيو سي يو اللابل. تمام، مقسوم على 2، يبقى هو كده حسب لي الكيو سي يو التيميت. تمام، طيب هنا الفاي ان انا عايز احسب اللي هستخدم الكنات. دايما الكنات بنستخدم فاي 8 او فاي 10، فهنبتدي بفاي 8. الاف يلد بتاعها بيبقى حديد مايلد مش مباشر، فهو 2400 الاف يلد بتاعتها. فانا هنا عايز احسب الاس من نفس القانون ده. مين هي الاس؟ الاس اللي هي السبيسنج، ان انا هيص الكنات بتاعتي كل قد ايه. طب انا عندي المعادله دي بتقول ان الكيو اس يو بتساوي الان، الان ده البرانش، يعني الكنه بتاعتي تبقى 2 برانش ولا 4 برانش في الاريا ستيل في الاف ييلد على الجاما كونكريت على البي في الاس اللي هي البي والاس اللي هي السبيسنج. فانا عايز احسب الاس، فحطيت المعادله كلها اللي هو، بس انا حطيت برضه كونديشن انه لو التشيك بتاعي طلع يوز مينيمم فيحط لي على طول ان السبيسنج 20 اللي هو 5.8، عايزه 5 تسيخ في 5 كنات كل متر، يبقى عندي ايه السبيسنج بتاعه 20 سم. لو غير كده
اللي هو هيطلع need reinforcement، فيحسب لي الاس. يبقى انا الاس عشان اخليها في طرف لوحده هيطلع المعادله بتاعتي ان هي الاريا ستيل في الاف فيلد على الكيو اس يو، كل ده مقسوم على مين؟ مقسوم على الاريا ستيل في الان في الاف فيلد. فطلعت كده دي معادله الاس بتاعتي. تمام، بعد ما حسبت السبيسنج فانا هنا عايز اعرف السبيسنج هيبقى كل قد ايه. يبقى انا عايز اعرف هنا هستخدم بقى فاي كام، كام سي فاي 8، فهيبقى عباره عن ايه؟ المتر 100 تقسيم السبيسنج ويقربه لاقل عدد. بس يبقى من تاني عشان اصمم الشير، يبقى انا اول حاجه هيبقى دي اللي انا ادخل قيمه الشير من الشير فورس دايجرام بتاعي او اللي انا جايباه من الساب. الكيو التيميت ان انا احولها بالمعادله بتاعتي ان انا هقسمها على البي في الدي، وعندي الدي وعندي الدي. لازم اعرف تشيك هل هو الكيو التيميت دي لو هي بين الكيو سي والكيو التيميت ماكسيمم، يبقى كده انا هصمم الكنات. لو هي اقل من الكيو سي يو يبقى هي مينيمم 5 فاي 8، تمام. لو هي اكبر فهي كده انسيف، مش هينفع ان انا اسلح الشير في بالكنات. بعدين ابدا ان انا معايا القانون بتاع التصميم، عايز احسب السبيسنج. خلاص بناء على السبيسنج هحسبه. لو عندي الكيو اس يو معايا الان اللي هي كام برانش، هل انا هستخدم يعني لو انا مثلا جيت عليت الشي خليته 20 هنا، فطلع ان انا هستخدم 12 كان. خلاص انا ممكن ازود البرانش، اخلي الكان البرانش بتاعها 4 برانش، فانا كده برضو رجعت ل 6 فاي 8. تمام، في الاريا ستيل في الفاي، اريا ستيل دي اللي هي الفاي بتاعه الكانه طبقا المساحه اللي هي 8 باي مساحه الكانه اللي هي قطرها 8. في الاف فيلد بتاعتي اللي هي انا معايا على الجامر كونكريت اللي هي 1 و15. في البي في الاس جبت الاس، القانون بتاع الاس هنا. خلاص بناء انا على الاس دي اللي هي السبيسنج بتوين كل كانه وكانه، فعملت ايه؟ قلت ال100 تقسيم هنا ال100 تقسيم السبيسنج بس. طيب ايه الاف ستيتمنت اللي هنا؟ اللي هو لو طلع ان الكيو اس يو فاضيه زي ما احنا كنا ادينا الكونديشن، فده معناه ايه؟ ان هو يديني مينيمم رينفورسمنت فيحط لي 5، يبقى العدد هنا على طول 5، يبقى 5 فاي 8. ده تصميم الشيء. هو برضه زي بندو الفوت كده اتعلمته، تصميم الكاميرات بالاكسل وتصميم الشير ايا كان بقى اللي هنصممه بالاكسل. انت مجرد ما احنا يعني ما انتم معاكم المعادلات بتاعه التصميم، نقدر نبرمج الاكسل بتاعتنا لاي قطاع بقى، عمود زي ما خدته قمر، يجي قطاعات ام وان يعني عندها الاثنين اللي برضه في السنين الجايه لما تيجوا تستخدموا لبشه بقى. ما دام معايا معادلات التصميم اقدر استخدم الاكسل فيها. شكرا.